ومتابعة لمشاركة الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في الاتحاد البرلماني الدولي، تنضم إلينا عبر الهاتف من جنيف الدكتورة سوسن تقوي، عضو مجلس الشورى. مساء الخير دكتورة سوسن، لو تحدثين عن المشاركة البحرينية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وأبرز النتائج هناك. مساء الخير. طبعا مثل ما تعرفون اليوم آخر يوم في أعمال الجلسة الختامية لمجلس للاتحاد البرلماني الدولي. شارك أعضاء وفد مملكة البحرين أعمال الجلسة الختامية لمجلس الحاكم، وناقش عدد من التقارير الأخيرة للاجتماعات التخصصية. مثل ما تعرفون في اجتماعات عديدة جرت خلال 4 أيام الماضية، وناقش أيضا تنفيذ الاستراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي اللي بيكون من 2018 إلى 2021. نعم. تهدف هذه الاستراتيجية في المقام الأول إلى بناء برلمانات قوية وديمقراطية، وأيضا تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان، وكذلك دعم الشباب ودعم المساواة ومنح المرأة حقوقها، أيضا العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومثل ما تعرفون معظم اللجان الدائمة كانت مواضيعها متعلقة بالتنمية المستدامة والأهداف 17 للأمم المتحدة، وأيضا المساهمة في تحقيق الأمن والسلام. وكذلك ناقش المجلس الحاكم خلال جلسته الأخيرة القرارات المعتمدة للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، وكانت هناك العديد من التقارير الخاصة بالدول مرفوعة على مجلس الحاكم، وكان هناك دبيت أو مناظرات يعني مباشرة بين الجهات يعني المعارضة لحقوق البرلمانيين، وكذلك تقرير حول التعاون مع منظمات الأمم المتحدة. نعم. أيضا تطرق مجلس الحاكم إلى الأنشطة الأخيرة للجان الفرعية للاتحاد البرلماني الدولي، مثل منتدى البرلمانيات النساء ولجنة حقوق الإنسان ولجنة قضايا الشرق الأوسط. اعتمد خطته المستقبلية للاتحاد، وكذلك الخطط المستقبلية للجان التخصصية واجتماعات الجمعية، وختم المجلس باعتماد بعض التعديلات أعتقد على عدد من مواد النظام الأساسي للاتحاد البرلماني. أيضا اللجنة اللي أنا كنت عضوة فيها واللي انتهت دورتي فيها لمدة 4 سنوات الماضية، اعتمدوا قرار اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدولي، قرار اللجنة وكذلك اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والاقتصاد والتجارة. نعم. وأيضا اعتمدوا التعديلات الخاصة بأعتقد أيضا بالبرلمانيين الشباب في جمعيات الاتحاد ضمن النظام الأساسي للاتحاد. هذه أي مجمل أنشطتنا اليوم، ومثل ما تعرفون اليوم عادة يكون يوم خفيف يعني. نعم الدكتورة سوسن تقوي، عضو مجلس الشورى، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك.